بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرساله ادى الامانه ونصح للامه زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكى الله فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما راى وزكى الله بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكى الله جليسه فقال علمه شديد القوى ذو مره فاستوى شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وقد وصفه الله جل وعلا بكمال الخلق فقال انك لعلى خلق عظيم وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساطع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المضاجع صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم إخواني المشاهدون الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا يتجدد معكم مرة بعد مرة من خلال شاشة قناة حضرموت الفضائية التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها قناة نافعة مباركة نافعة للإسلام والمسلمين. حديثنا في هذا المجلس الرمضاني يتعلق بالكلام حول مفطرات الصيام ومفطرات الصيام كثيره منها المتفق عليه بين الفقهاء ومنها المختلف فيه بين العلماء ونظرا لتشعب الكلام في هذه المفطرات احببنا ان نجمل القول فيها بما يسمح به الوقت المتاح لنا في هذا المجلس فاول هذه المفطرات التي ان تعاطاها الصائم فانها تفسد صيامه الاكل والشرب فاذا اكل الصائم او شرب وهو ذاكر لصيامه مختارا لهذا الفعل فان صيامه باطل سواء اكل ما ينفع او اكل ما يضر أو أكل ما لا نفع فيه ولا ضر وكذلك الشرب فإن صيامه باطل وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره وعند جمهور أهل العلم عليه أن يمسك بقية يومه وكل من تعمد بإبطال صيام يوم من أيام رمضان فالواجب عليه أن يمسك بقية يومه عقوبة له على فعله فمن أكل أو شرب وهو متعمد فان صيامه باطل لكن من اكل او شرب في حال نسيانه وعدم ذكرانه فهذا ليس عليه حرج لان النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث ابي هريره من نسي فاكل او شرب فلا شيء عليه فانما اطعمه وسقاه ربه وهذه رخصه من الله سبحانه وتعالى ربما يقع فيها بعض الصائمين وهل على من اكل او شرب الكفاره المغلظه قولان للعلماء في هذه المسألة قول جمهور أهل العلم أنه ليس عليه كفارة مغلظة وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وذهبت المالكية والحنفية أن عليه الكفارة المغلظة لانتهاكه لحرمة الشهر والراجح هو قول الشافعية والحنابلة أن عليه القضاء فقط وليس عليه الكفارة المغلظة أما المفطر الثاني من مفطرات الصيام هو الجماع فمن جامع في قبل أو في دبر جامع زوجته أو زنى بامرأة أجنبية أو فعل عياذا بالله جريمة اللواط ترتب على صيامه خمسة أحكام الحكم الأول فساد الصوم والحكم الثاني الإثم العظيم والحوب الكبير على فعله الشنيع والقبيح والحكم الثالث هو الإمساك بقية يومه، والحكم الرابع أن عليه قضاء هذا اليوم الذي أفسده، والحكم الخامس أن عليه الكفارة المغلظة، وهذه الكفارة المغلظة هي على الترتيب عند جماهير أهل العلم خلافاً للمالكية عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المخلة بالعمل، فلا بد عتق رقبة مؤمنة فإذا لم يستطع عتق رقبه المؤمنه لعدم وجودها او لانه لا يجد ثمنها فهنا ينتقل الى الصيام فيجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين لا يفصلهما الا عذر من سفر او مرض فكم من الناس من يتساهل في هذه المساله خصوصا في العصر المتاخره وفي الازمنه المتاخره فاننا نسال كثيرا وما كنا نسال عن هذه المسأله الا نادرا اما في هذه الازمنه المتاخره فان كثيرا من الناس ياتي الينا ياتي الينا الرجال ياتي الينا الشباب وربما اقحم الرجل زوجته لكي يجامعها في نهار رمضان ان الله اباح لك الليلة كله ان تجامع زوجتك من بعد المغرب الى طلوع الفجر لماذا تاتيها في وقت تلبسها وتلبسك بعبادة الصيام هذا دليل على ضعف إيمانك وقلة ديانتك فلو كنت مؤمنا كامل الإيمان لما قارفت هذا الذنب العظيم ولهذا الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال يا رسول الله إني احترقت سمى فعله هذا وجنايته حريقا قال إني احترقت فقال وما فعلت قال جمعت أهلي فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتق رقبة مؤمنة فقال إني لا أجد ذلك ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يصوم شهرين متتابعين فلم يستطع ذلك ثم أمره أن يطعم ستين مسكين فلم يستطع هذا المجامع في نهار رمضان أن يطعم ستين مسكينا فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بمكتل من طعام ثم قال له اذهب فوزعه فقال يا رسول الله على اهل بيت افقر مني فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني انا محتاج لهذه الكفاره ولهذا الطعام فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فيحذر المسلم من المجامعه في نهار رمضان عليك ان تضبط شهوتك واذا شعرت ان نفسك تميل الى زوجتك فقم عنها وابتعد منها والا ندمت بعد ذلك لان بعض الناس يقول انا ما استطيع ان اصوم شهرين متتابعين شهرين متتابعين مرهقه لي وانا صاحب عمل هذا مرهق لك وليس مرهقا لك عندما تاتي زوجتك فعليك ان تكون حذرا من مقارفه هذا الذنب العظيم والحوب الكبير كذلك من مفطرات الصيام الاستمناء اخراج المني باليد او بالمماحكه على الارض او بيد زوجتك فان اخراج المني يبطل الصيام في مذهب جماهير اهل العلم من الشافعيه والحنابلة والمالكيه وخالف في هذه المساله الظاهريه لكن قول الجمهور هو الاقوى في هذه المساله لقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي فهذا الذي يستخرج المن بيده هذا ما ترك شهوته لاجل الله سبحانه وتعالى فيحذر بعض الشباب المقتبل في عمره او المقبل في سنه من فعل مثل هذه الخصله الذميمه الاستمناء والعاده السريه محرمه وربما يتعاطاها بعض الشباب الذين سرحوا نواظرهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى كذلك مما يفطر الصائم إخراج ما في جوفك القي هذا الذي يسميه العلماء فإن الانسان إذا أخرج القي تعمدا بطل صيامه أما إذا غلبه القي مثل المرأة الحامل بعض الأحيان تكون المرأة حاملا فربما تتهايع ويخرج هذا القي بدون تقصد او انسان تقززت نفسه ثم طرش مثلا بعد سحوره وبعد صلاته للفجر فهذا اذا غلبه القي ليس عليه شيء ولكن لا يرجع شيئا منه الى جوفه وذلك لحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من ذرعه القي فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. من استقاء فليقضي كذلك من مفطرات الصيام عند العلماء الحيض والنفاس في حق المراه فالمراه لو حاضت قبيل غروب الشمس بلحظه او نفست قبل غروب الشمس بلحظه فان صيامها باطل ويجب عليها ان تقضي هذا اليوم باجماع اهل العلم كذلك من مبطلات الصيام عند الفقهاء الرده عن دين الله عز وجل بعض الناس ربما يسب الدين او يسب الرب عياذا بالله او ياتي ناقضا من نواقض الاسلام في حال صيامه فهذا المرتد عياذا بالله يبطل صيامه لخروجه عن اهليه العباده ويجب عليه ان يقضي هذا اليوم اذا راجع دين الله سبحانه وتعالى فكل من افسد يوما متعمدا ثم تاب الى الله عز وجل فعليه قضاء هذا اليوم وهذا مذهب جمهور اهل العلم كذلك من مبتلات الصيام الاغماء فالاغماء اذا استغرق النهار كله فان على هذا المغمى عليه ان يقضي هذا اليوم لان الاغماء نوع من انواع الامراض فاذا اغمي على الانسان ولم يفق لحظه في نهار رمضان فعليه ان يقضي هذا اليوم عند جماهير الفقهاء اما اذا اغمي بعد الفجر وقد نوى الصيام ثم افاق لحظه فهذا صيامه صحيح ان شاء الله تعالى ولا يضر النوم طيله النهار فلو ان انسانا نام من بعد الفجر الى غروب الشمس نام نومه طويله ثم استيقظ وسالنا عن حكم نومه طرفي وقت الصيام ما حكم صيامه نقول له ان صيامك صحيح وهذا هو قول جماهير اهل العلم في هذه المساله كذلك من المفطرات عند العلماء الابر المغذيه التي تضرب هذه في الوريد فالابر المغذيه هذه تفطر الصائم فالانسان اذا ضرب هذه الابر المغذيه وكذلك المغذيات التي تقوم مقام الطعام والشراب فهذه تفطر الصائم اختلف العلماء المعاصرون في الابر الغير مغذيه التي تضرى في العضل، هل هذه تفطر الصائم او لا تفطر الصائم؟ بعض العلماء يقول انها لا تفطر الصائم، وبعض العلماء قال لا هذه تفطر الصائم، لان فيها بعض النسب من الاملاح ومن السكريات، فكل الابر هذه تفطر الصائم، وهذا القول يعني له حظ من النظر خصوصا اذا رجعنا الى كلام الاطباء، كذلك مما يفطر الصائم نقل الدم نقل الدم خصوصا أصحاب الفشل الكلوي هؤلاء الذين يغسلون في المراكز أو في المشافي ربما يسأل هذا صاحب الفشل الكلوي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من مثل هذه الأمراض فلو سألنا صاحب الفشل الكلوي أو الكلوي ما حكم صيامي وقد غسلت نقول إن صيامك لا يصح لأن نقل الدم يفسد الصيام كذلك من المسائل التي اختلف فيها العلماء هل تفطر الصائم او لا تفطر الصائم قضيه النخامه هذه النخامه عندنا في مذهب الشافعيه اذا سقطت من داخل الفم الى الجوف لا تفسد الصيام واما اذا اخرجها الى حد الظاهر ما بعد حرف الخاء ثم ردها وارجعها الى جوفه فإن صيامه يبطل عندنا في مذهب الشافعية وخالف الحنفية والمالكية فيما يتعلق بالنخامة وقالوا إن الصيام لا يفسد بسبب هذه النخامة لكن لا يجوز الإنسان أن يبتلع النخامة لأنها من الأقدار المضرة بجسم الإنسان فهذه جملة من المفطرات التي ربما يحتاج الإنسان إلى معرفتها هنالك مفطرات مختلف فيها بين العلماء خروج المذي وكذلك الحجامه او سحب الدم لاجل التبرع او لاجل الفحص هل هذا يبطل الصيام او لا يبطل الصيام كذلك ابره السكر هذه هل الانسولين هل تفطر الصائم او لا تفطر الصائم وهذه المشاكل كلها محل خلاف بين العلماء والراجح ان هذه الامور لا تفطر الصائم واذا كان في الوقت متسع ربما تكلمنا باكثر من هذا الشرح التفصيلي الذي ذكرناه في هذه الحلقه العلميه فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في اوقاتنا وفي اعمارنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يعز الاسلام والمسلمين نسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان وأن ينفس كرب المكروبين وأن يقضي الدين عن المدينين إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على البشير النذير وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين